الكرة العرضية بالمسطرة والقلم والرأسية بعد ذلك عن طريق سيرجيو أريه. هدف يتكلم بلغة الدفاع، يتكلم بلغة الدفاع. العرضية لعبها الظهير سيرجيو أريه وفزع له بعد ذلك سيرجي الآخر كانون ويدونها في المرمى ويرفض أن تمر الكرة الماضية إلا وترسم الفرحة على أوريه وعلى سيرجي كانون. إذا السيرجيان كون ثاني الأهداف لعبة إلا تدخل المرمى.